بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم غاية لباس؟ الحمد لله. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وصحة سحوركم، وإن شاء الله تكونوا بخير في هذا رمضان ورمضان كريم. هنايا البنات رايحة نديروا مائدة اليوم السادس من شهر رمضان الكريم. نبدو بوصفة، أولا نبدو بوصفة تاع عجينة ديول الطاقوس، يعني تجي عجينة روعة البنات. هنا درت 4 كيسان تاع فارينة من الكاس تاع الأتاي، ودرت معاهم شوية تاع ملح، نص ملعقة كبيرة تاع سكر، وملعقة ماهيش معمرة تاع حليب غبرة، يعني اللحظة نخلط المقادير مليح. هنا إذا ضعفت المقادير ودرت كأس كبير، يعني ديروا ملعقتين يعني لحظة حليب بودرة، وديروا ملعقة سكر، وديروا واحدة خميرة الحلوى. أنا هنا درت مقادير قليلة. هنا راح نضيف نصف ساشي تاع خميرة الحلوى، نخلط المقادير مليح. من بعد نضيف نص يعني ثلث تاع الكيس تاع اتاي تاع زيت، ثلث تاع اتاي، يعني نفس اللي عبرتي به الفارينة عبري به الزيت. اذا درتي كمية كبيرة يعني كيس كبير تاع فارينة، يعني الزيت ديري ثلث تاع نفسها. هاونا رايحة نلم مليح، يعني حكها مليح باليد حتى يدخل الزيت، من بعد نلمها بالمدافي، تكون عجينة ما تكونش يابسة بزاف، شوية طرية. هنا البنات هاد الديول حتى بغيتو يعني ديرو في المجمد، يعني خلو في المجمد تلقو واجد. هاد الديول الطاقوس روعة البنات، روعة. هنا هاونا الزيت، رايحة ندير الزيت، يعني ثلث تاع الكاس تاع الزيت. يعني خلطه باليد مليح، من بعد نضيف الماء. وهاي هنا كما كتشوفوا، يعني بغيت نسرع شويه في الفيديو، عجنتها شويه، هاي هنا طريه قدامكم، عجنتها شويه ورايحه نديرها درك كويرات، ندير في البلاط تاعي او اي حاجه ندير فيها الفارينه، وريحة يعني نديرها حربوش ونقطع الكويرات تساوي، يعني الكويرات تكونوا متساويين. هنا البنات راح ندير لكم يعني بالتدقيق، يعني ما نقطعش الفيديو، يعني بالتدقيق ندير لكم، يعني نطول الفيديو. هاونا راح ندير كويرات متساويين. نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم ونكون في الحسن الظن نتاعكم، وان شاء الله كاع المشاركات تاوعي يعني التعليقات تاوعهم، يعني نشكرهم بزاف، ويعني فرحوني هم فرحوني، ان شاء الله الله يفرحهم، وان شاء الله انا ثاني نفرحهم. هاوينا راح ندير كاع العجينه تاعي، يعني يكون متساويين الكويرات، يكون متساويين، ورايحة نحطهم ونخليهم ونغطيهم بالورق السيلوفان وخليهم يرتاحوا، يعني المدة اللي يرتاحوا فيها مليحة، يعني ما يعذبوكش في الحل تاعهم. هاونا راح ندير ورق السيلوفان، ومن بعد ثاني غطيهم بالطرشونة. هاونا راني هم مرتاحو، حتى رحت درت شغالاتي وعاودت وليت لهم. رايحه نبدا نحل بالحبه، لكن البنات استعينوا بالنشا،
يعني ما تديروش الفارينة في هذه المرحلة، ديروا النشا اللي هو مايزينا، حطوا النشا في البرودة تخافاي وبدو تحلوا بالخبزة وتحطوا هاوينا. يعني فيديو طويل لكن معليش استحملوا معايا يعني باش تشوفوا كل المراحل، يعني اللي يقل هذه وهذو المراحل باش تنجح لكم عجينة ديول الطاقوس. هاوينا دائما نستعين بالمايزينا، نحلها شوية نستعينوا بالمايزينا بالنشا، يعني ما ديروش الفرينة. هنا حطيتها رايحة ندير النشا من الفوق، ندير لها النشا من تحت تحت العجينة ومن الفوق باش ما تلصقش، ونزيد الحبة الثانية يعني كتروا النشا البنات. راح تاني كنحلها ونديرها فوق الاولى وندير مايزينا، يعني كل مره نحط مايزينا ونحط الحبه الثانيه فوقها حتى نكمل كاع الخبزات التساوي. هاوينا ما تعذبكش في الحل، يعني تحل بكل سهوله. يعني البنات سيو هذه الوصفة، يعني وصفة رائعة. ها هاوينا يعني تشوفوا كل المراحل، طويل الفيديو لكن معليش يعني باش تشوفوا كاع المراحل تاع العجينة كيفاش نخدموها. هاوينا استعينوا بالمايزينا، كثروا المايزينا اللي هو النشا، وحلوا ديروا المايزينا النشا. انا جاتني هنايا 5 كويرات، هنايا اذا درتو كميه كبيره يعني ضعفوا المقادير يجيكم شحال من خبزه. هنايا نديرو مايزينا ونديرو الحبه من الفوق، نعاود نحل الثالثه الرابعه الخامسه وندير المايزينا من الفوق، يعني باش ما يلصقوش فوق بعضهم. هي راح نكمل كاع الخبزات تساوي كاع الكويرات، نكملهم كاع نحلهم. وراح هنايا نبدا ندير يعني حبه فوق حبه، نعاود نولي هنايا الحبه ندير المايزينا نعاود فوقها. هنا نبدا ندير حبه فوق حبه ونساويهم يعني مليح من الجوانب حتى نكمل يعني 5 كويرات خبزات تساوي. هاوينا كملتهم وراح نحلهم، يعني كل حبه دير فيها مايزينا وعاودي حبه زوجة. هاوينا راح نحلها اللي يقل يكون السمك تاعها شويه ماشي رقيق، يعني شويه مليح ما ترقيهاش بزاف. نديهم كيف كيف يعني من الجوانب، يعني نساويهم مليح من الجوانب.
رايحه ننحي هذيك مايزينه من الفوق، مايزينه نحيها من الفوق، ورايحه ندير طرشونه ونبدا نحط بالحبه في الطرشونه ونغطيهم بلا ماء، يعني وجدت المقله تاعي خليها تسخن على نار قليله، ما ندير فيها حتى شيء، لا زيت لا حتى شيء. هاوينا يعني نحي كاع هذيك النشا اللي في العجينه، يعني تنحالك بكل سهوله، يعني ما تخافيش هنا، ما تخافيش منها. فاش كي درتي مايزينا درتي شفارينا، هاي تنحى بكل سهوله. ونحي ال قلنا نحي النيشة، وهاي المقلة تاعي ماهيش تقيلة بزاف. راح نبدا بالخبزة الأولى، هنا نحط الخبزة، وهنايا ما نطيبهاش بزاف، يعني تبقى ما تحمرش، خاطش رايح نعاودو نطيبوها. راح نقلبها، انا ساعيني بحاجه تقلبي بها. يعني هنا ما طيبش بزاف، هي تنحيها كيما هاونا ديول الطقوس تاعنا هاونا. هيا راح نعاود معاكم ثاني حبه واحده اخرى. الحبه الثانيه كذلك، وهنايا نخليهم كي نكملهم خليهم يبردوا، كي يبردوا عاد نديرهم في ساشي. اللي قندير ديروهم في ساشي باش يعني ما يبسوش، يعني باش ما يبسوش. هنايا الحشوه تاعنا هي حشوه اقتصاديه، راني يعني درت فلفله مقطعه قطع صغيره، ودرت معها الفلفل الحار ثاني مقطع قطع صغيره. كي تقلالي شويه راح نزيدها من البصل مقطع قطع صغيره مع الثوم، زوج سنينات ثوم يعني مبشورين. نخلط المقادير مليح ونخليها تنتقلى على نار قليله. اذا يعني درتو كميه كبيره يعني ضعفوا الكميه، ودرتو ديروا الحشو على حسب الاختيار تاعكم. انا درت فقط حشو اقتصادي ما فيه لا لحوم لا حتى شيء. هنايا ندير سكنجبير، فلفل عكري شويه شويه، فلفل اسود، حش من بعد راح ندير الهريسه وندير فلفل حار اللي خدمته معاكم، هاونا كركم، يعني كاع العطور. انا نحب في المأكولات العطور بزاف، لي زيبيس بزاف. درت شويه ملح خاطش انا راح نديرو الطون تاع الزيت، ونديرو الفرماج، ونديرو الزيتون، يعني كاع مالحين فقط كميه قليله. هنايا درت الكمون،
وهنايا ها هنا كل المقادير والعطور على حسب اختيار تاعكم شكل يعني شنو تحبوا العطور. راح ندير شويه هريسه وندير الفلفل الحار اللي خدمته معاكم، اللي ما تحبش الحار ما تديرش الحار. هاي الهريسة يعني كل كمية قليلة كمية قليلة، خاش أنا دايرة كمية قليلة. هنايا هاي هنا طابت لي الفلفلات تاعي ورايحة نخليها تبرد. كي بردت لي هاي درتها في الطاس ودرت هنايا الطون والزيت ومقطع قطع صغيرة والفرماج رابي تاعي مبشور والماء والمايونيز. ها هنا جو الطاكوس درته في ساشي نخليته ما يبسليش باش ما يبش. ورايحه درت المقله تاعي شويه تسخن ورايحه نبدا في الطريقه. ها وين درت الحبه تاعي، راح ندير المايونيز يتحب تكتر بزاف تكتر. عندي الفلفله وانتم الحشو حسب الاختيار تاعكم، درت فقط حشو اقتصادي. وراح ندير الطون والزيتون نقطع قطع صغيره ومن بعد ندير فرماج رابي ونغلق الحبه تاعي. نضغط عليها من جوانب نقلبها هاي هنا نقلبها كذلك وحنضغط عليها شويه ماشي بزاف حتى الحشو يخرج. ها وين طابت استعينوا بحاجه يعني تفتوها شويه سخونه. ها وين يعني طابوا كاع الحبات تاعي. هنا راح ندير نعاود نرجعها للفرن، راح ندير الفرماج من فوق يعني فقط يعني هذاك الفرماج يدوب لنا فقط حمر شويه يعني ما تخلوهاش في الفرن بزاف حتى شويه في شويه يعني تحمر ماشي بزاف. ها وين طابت لي يعني نحيتها وراح نبدا الوصفه الثانيه اللي هي يعني الشواب يعني لي بروشيت تاع صدر الدجاج. هنا قطعت صدر الدجاج قطع شوي صغيره وعندنا البصل والثوم يعني حسب الكميه يعني حسب العائله. هنا عائلتي قليله يعني كميه قليله. ندير شويه تاع ملح ونبدا ندير في العطور. هنايا في البصل درت يعني الثوم مبشور كذلك حبه يعني سنينه ثوم مبشوره. هنا درت كركم سكين كبير يعني كل العطور شويه شويه. انا نحب لي زيبيس في الماكولات تاعي. هنا الفلفل الاسود هنا كركم شويه كركم وهنا القزبر مطحون. قزبر مطحون يعني
يعني يجي شبه في المأكولات. والكمون وندير الفلفل الحار، شوية فلفل حار نخلط المقادير مليح، نخلطهم باليد حتى يدخلوا هذوك لي زيبيس في اللحم. وهنايا نغطيه بورق السيلوفان وخليه في الثلاجة يرتاح، يعني حتى يعني يدخلوا له هذوك لي زيبيس مليح. من بعد نولي نديره في لي بروشيت، ونبدا نديره في الشوائي شواء هنايا هاوينا. شويه يعني نوعوا في الاطباق تاعنا، يعني ما تكونش اطباق يعني غاليه بزاف، اطباق اقتصاديه حاجه قليله، حتى في رمضان مش ناكلوا بزاف، كل شيء شوي شوي شوي، يعني باش ما تبقاش الماكولات تطايش. هنا هاونا درتهم لي يعني شوي شويه، خدش هذاك البصل كي كي درنا البصل يعني طري صدر الدجاج، يعني حتى ما يطيبش بزاف ما يجي روعه. هنا هاونا المائده تاعي مائده بسيطه ومتواضعه، ونتمنى يعني يعجبكم هذا الفيديو وتفرحوني وتشتركوا في القناة، اللي مشترك في القناة. وهاونا هاونا ديور الطاقوس تاعي، وهاونا الشواء مع اللي بقالي تاع الشوفلور واللي بقالي من حتى البرقوق. يعني طويلة، يعني مائدة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.